ايه الفرق بين الرز البني والرز الابيض عشان الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا؟ طيب مبدئيا عدد السعرات واحد، يعني ال 100 جرام من الرز البني زي ال 100 جرام من الرز الابيض. حلو. ولكن الرز البني فيه فايدتين، اولا بيرفع مستوى السكر في الدم ببطء، فبيديك احساس بالشبع مده اطول. طيب. فلما بتاكل منه كميه قليله لان اكل رجيم كمياته قليله بتبقى شبعان. النقطه الثانيه بيتعامل مع الانسولين بتاع الجسم بحذر. حلو. فببساطه بيزود من معدل حرقك. حلو. فانت لو هتاخد 5 معالق رز بني هتحرق احسن ما تاخد 5 معالق رز ابيض. حلو. وهتشبع اكتر. حلو كلام. بس كده. طيب.